سنين لرئيس الجمهوريه اللي هيكون متواجد وان شاء الله يكون المشير عبد الفتاح السيسي هيضيع منه ما بين 6 اشهر لسنه. ولكن ثقتي فيه يعني خليني بصفتي الشخصيه او اللي انا شايفه ثقتي فيه ان هو لما بيدير الجيش بهذه المنظومه بالدقه دي اكيد هيدير البلد بالمنظومه دي. طيب اسمح لي، هو احنا دايما بنقول ان احنا عايزين نبني مؤسسات. مظبوط. تمام. فاحنا محتاجين نعمل اداره مش مبنية على شخص واحد مهما كان هو مين الشخص، لكن محتاجين نبني منظومة. سؤال ليك انت اتفضل. المؤسسات تبنى ازاي؟ تبنى بالقوانين، فطبعا القوانين والإدارة الواعية بالضبط والتنظيمات الإدارية، صغلي قوانين جيدة تبعد فيها عن الفساد والمحسوبية وتنشئ ناس. لسه أنا وإنت قبل الهوا والبيروقراطية لسه أنا وإنت قبل الهوا بنتكلم إيه؟ أرجو من الله أي رئيس جمهورية قادم يراعي ربنا ويكون في معاه ناس عندها كفاءة صحيح وعزيمة وعندها ضمير وقدرة على إن وعندها رؤية. نبدأ بقى نعتمد على الشباب والأفكار خارج الصندوق بالضبط، والكلام اللي بنسمع عنه في الشعارات لكن ما بيتنفذش. أرجو بقى 80 و90 سنة يعني يجنبونا شوية الله يخليهم، استاذ فلان والخبير الفلاني يعني يجنبونا شويه، علمونا كتير لكن وما بيقولوش يعني كل المعلومه بالصدق، وللاسف ارجوهم انهم يجنبونا شويه. البلد عايزه مجهود كبير جدا صدقني يا حسام. اللي حصل في خلال الثلاث سنين والنهارده يمكن حضرتك تتذكر تنحي الرئيس صحيح. مبارك خسر البلد مليارات الفلوس ممتاز الامان، ده غير الاف الفرص العمل، ده غير موازنه الدوله مش انا اللي بقول صحيح. اكبر عجز في الموازنه حصل معلن بي من 30/6 الماضي 240 مليار جنيه، أكبر دين داخلي وأكبر دين خارجي لن تشوفوا مصر قبل كده تقريباً. وصلنا لتريليون و800 مليار جنيه. لو انت بتقول يعني تقريبا 2 تريليون يعني بالضبط كده، انت خلي بالك احنا في 30/6 القادم ممكن نكون وصلنا له. لو اللي مش قادر ان هو يدير البلد حتى عشان يرجعنا للي احنا كنا فيه اقتصاديا طبعا هتبقى شق. بسبب هذا انا احملهم كانوا كل الارهابيين اللي كانوا بيحكموا هذا الوضع المتردد الاقتصادي. تمام. طيب اسمح لنا نرجع بقى لجلسة النهاردة ونتكلم في تحليل الجلسة. مؤشر اي جي اكس 70 ارتفع وبقى له فترة مرتفع وأداؤه يمكن أحسن من 30. اديني الفرق بين 30 و70 وتوجه ويعني وجهة نظرك كده، توجهات المستثمرين، الجلسات بتمشي ازاي؟ شوف هقول لحضرتك في حاجة اسمها تشبع. لما الناس بتفضل تطلع بالأسهم القياديه بالذات الكبيره طبعا. جدا عشان الناس تبقى عارفه في 30 سهم اللي هم بيمثلهم المؤشر اي جي اكس 30 يفضلوا يرتفعوا ارتفاع كبير جدا، فبتلاقي الناس تعمل ستوب خلاص يقفوا بالظبط. ودي نظريه اقتصاديه معروفه، نظريه التشبع بالظبط كده، عند وقت معين خلاص ما عادش هيبقى في حاجه، فبتلاقي ان مفيش طلبات ويصل ليها مستوى الاسهم اللي هي بالاخص الكبيره جدا، فبتتجه الناس للاسهم الصغيره والمتوسطه. اللي شجعهم كمان ان هيئه الرقابه الماليه ابتدت تستحسن الامور في صياغه قوانين جديده بتقول لك ان شروط القيد شروط التجزئه بتاعت الاسهم. النهارده عمليات الافصاح لاول مره تلاقي ان الهيئه طبعا يعني في الفتره اللي احنا فيها دي لا بتقف حازمه ضد بعض من الشركات دون ذكر اسمها عشان وشفنا موضوع وقف بعض الشركات بالزبط. بقصه تجزئه الاسهم، ودي كانت فرصه كويسه جدا عشان الناس تاخد بالها. عارف بتلاقي ان الهيئه لأول مرة بتعقد جمعية عمومية بدون الرجوع لمجلس الإدارة الشركات. تمام. فده شق هممني جدا. الله ده الهيئة بقت حيادية جدا. النهاردة بتتطلب يعني بعض من الأمور إن المستثمرين يشجعوها إنهم يكونوا فعلا ذو فهم لبعض من المراكز المالية للشركات. طبعا هو ده الشق اللي هممني إن المستثمر لازم يكون عنده الوعي الكامل في إدارة شركات وبيشوف صحيح. فعلشان كده تلاقي المؤشر السبعين اللي هو فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ابتدى يتحرك تحرك كبير جدا. هل لك بقى ان تتخيل ده اللي الناس لازم تعرفه ان المؤشر اي جي اكس 100 لاول مره بقاله اكتر من اسبوعين اجتاز ال 1000 نقطه، اجتاز ال 1000 نقطه دي ما كانتش تحصل من ساعه ما انشئ فيها المؤشر اي جي اكس 100 اللي هو بيمثل 63 دلوقتي مظبوط، اللي هو بيمثل تقريبا ال 100 شركة اللي هم اكبر 100 شركة في السوق. طيب خليني يعني احنا سمعنا شويه اخبار ودي كانت مهمه واكيد دفعت بالسوق. وزير الاستثمار قال ان مصر تعكف حاليا على مراجعه كل قوانين اقتصادية وبتسعى لتعديل قانون الاستثمار مزبوط. ومصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمر عقاري، واحنا عندنا مشكلة الاي سي الاي اي سي تمام، وربنا يستر ان احنا ما ندخلش بقى نرجع لاجواء تاني. انا ارجو من الله كده طبعا. لكن احنا اللي هممني انا في ال 80 مستثمر دول اللي هم المستثمرين الشركات، في منهم مقيدة داخل البورصة المصرية، في منهم رجال اعمال كبار جدا رجعوا. وعايز يعني اقول لحضرتك واذكرك واذكر السادة المشاهدين، المستثمر واحد منهم
دون ذكر اسمه اول ما رجع تقريبا حط اكتر من مليار جنيه استثمارات داخل الشركه، النهارده بيتصالح مع الحكومه في وضع بعض من الاراضي، في شركات اخرى النهارده فعلا ضخت استثمارات اماراتيه وسعوديه وعندك كويتيه، الاستثمارات لن تتوقف، لكن الحفاظ على البلد لازم هو ده الاهم، الامان وقوانين، ومش الامان بس كفايه، لازم يبقى في قوانين تحافظ على حق المستثمرين وحق حق الاجيال اللي جايه. صحيح، خلي بالك البلد ان شاء الله دائمه بدا العمر، ولكن الحكومات يعني ما شابه الادارات هي اللي هتزول. الامور بقى بمنتهى البساطه خالص، احنا عندنا تركيز المصريين دايما هو النسبه الحاكمه في التداول، في المتوسط هم حوالي 70% المصريين، بتلاقي 30% منهم المؤسسات، المؤسسات بتعتمد اعتماد كلي على الاستراتيجيه طويله المدى اللي هي بتتكلم في المتوسط ما بين 3 اشهر 6 اشهر يعني سنه للتحرك الايجابي الجيد جدا. هيئه الرقابه الماليه منحت الموافقه للمؤسسات ان هي تكون سريعه المضاربه في البورصه المصريه عشان تقدر تكون يعني على تطور وإيجابي مع الوضع في البورصة المصرية. ما تنساش حاجة مهمة جدا ان الخاصية بتاعت السيم دي اللي هي التداول في ذات الجلسة بيبقى ليها تأثير كبير طبيعي. برضو طبيعي في ناس بتكسب في الجلسة ما بين 1-2-3% وده بيشجع ان الناس تدخل تاني وتعمل، وبدان السوق شغال يبقى احنا كلنا بنشتغل. ده بكل تأكيد. الشق الأهم كمان ان البورصة ابتدى يخش فيها شركات بتبحث عن ان هي تقيد. صحيح، ده طالب بقى بينا بنزود البضاعة بالظبط كده زي ما احنا بنقول بالبلدي كده. طالما في ناس بتخش كده يبقى في ان شاء الله استثمار داخل البورصة، ولكن للأسف شرح الحكومة للناس العادية البسيطة مش عارفين قيمة البورصة دي يعني ايه، أداة تمويلية كبيرة جدا بتساعد الدولة. النهاردة عشان حضرتك عارف البنك المركزي طول ما هو بيطرح في سندات وأذون خزانة والفايدة ابتدت تتراجع نسبيا، لازم البورصة تنشط مرة أخرى. صحيح. لازم نشجع الناس لو نزلت الفايدة تنشط البورصة 100%، بدل يقلل الاستثمار يعني. مظبوط، بس انت هتقولي بتطمع في ايه؟ هقول لك ان احنا نرجع نعمل 2 مليار تاني و3 مليار وان شاء الله ده هيجي بالوقت طبعا. بالظبط، بس احنا لازم نلحق نشتغل، لازم نلحق نوعي الناس، احنا عايزين نشتغل، كل الاقتصاديين، كل الباحثين، كل الدارسين، عايزين كل مصر تبدا ترجع تشتغل. بالظبط، ده المهم. طيب في بعض يعني برضو خلينا احط يعني معاك في بعض الاخبار، في خبر عندي اليوم اعضاء الشراكه المتوسطيه لهيئات اسواق المال في دول حوض البحر المتوسط وافقوا بالاجماع على طلب مصر استضافه الاجتماع السنوي في مارس 2015 تحت رعايه هيئه الرقابه الماليه المصريه، وطبعا 2015 لسه سنه والناس هتقول لك سنه، بس ده بيأثر على البورصه دلوقتي لان البورصه مرآه المستقبل البعيد. وفي عالميا ده بقى على شكل اتفضل عشان نقرا عالميا. احنا عندنا شيء هام جدا، اي مؤتمر اقتصادي، اي مؤتمر عالمي بتستضيفه مصر حتى لو في السياحة، ده من أحسن الدعاية لمصر في الوقت الحالي. صحيح. إن إحنا فعلا بلد الأمن والأمن. وكان رئيس الوزراء النهاردة معاه رئيس وزراء الأردن. مظبوط، بس إحنا بنبحث على عالمية. لا ننكر إن خلي بالك في اضطهاد أوروبي بالنسبة لنا إحنا حتى وقتنا الحالي بعض من السياحة، حتى بنتكلم على أبسط. لا بس خلاص إحنا تقريبا رجعنا على خريطة أوروبا، يعني إن ما كانش يعني أغلبها، بس اسمح لي أنا طامع في أكثر. طبعا معالي الوزير هشام زعزوع راجل فاضل جدا فعلا قايم بمجهود جبار، لكن يعني عشان نقدر نرجع تاني مش خلي بالك مش هنعرف نعوض الثلاث سنين الماضيين. صحيح. واحنا تاثرنا تاثير كبير جدا. عارف اطمن ازاي؟ اول ما الاقي سعر الصرف النهارده ابتدى يرجع تاني اللي احنا كنا فيه. خلي بالك ان سعر الصرف من ثلاث سنين كان في المتوسط بخمسة جنيه وربع مقابل الدولار. النهارده انت بتتكلم في سبعة جنيه تقريبا. طيب. ازيد اسمح لي بقى ندق طيب. بقى على النقطه دي شويه. حال. احنا سعر الصرف ما زال ماسك عند 7-10 تقريبا او 7 جنيه تقريبا. 7 جنيه مظبوط. والسوق السوداء ما زالت موجوده وبتبيع من 7.5 ل 8 لغايه الوقت. البنك المركزي مش قادر. هو ده الناس بتقول كده؟ لا لا، الكلام ده غير دقيق، ولكن تمام. احنا عندنا في 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 طبعا سيطره كبيره جدا من البنك المركزي. حتى طب ليه ما نزلش سعر الصرف؟ ما هو طبعا مش بالسهوله. لازم البلد تشتغل بمنتهى البساطه، لازم السياحه ترجع بمنتهى البساطه. الموارد اللي بتجي لك بالدولار لو اول ما هتجي لك وتزداد كل ده ما هيأثر على العمله بتاعتك، وهتلاقي العمله بتاعتك بترتفع بتقوى، بتبقى فيها نوع من التحسن. لكن خلي بالك التنظيم الارهابي الجبان اللي هو كان بيتحكم في البلد وما زال حتى وقتنا الحالي بيحارب في امورنا الاقتصاديه، هو بيحاول يكتنز العمله الصعبه وبيحاول يخزنها، وطبعا ده شيء معروف. حتى محافظ البنك المركزي او البنك المركزي ممثل في بعض من اداراته قفلوا حوالي 30
شركه صرافه ما بين اقفال وبين اغلاق يعني سحب رخص او حاجه ما شابه لذلك. اسمح لي بقى ان احنا يعني ناخد تعليقك الاخير على جلسه بكره ان شاء الله وتوقعاتك. شوف هقول لك على حاجه، انا خلينا بلاش نخليها في نظره ضيقه، احنا الحمد لله وصلنا ل 7500 نقطه النهارده، البورصه كانت في اخرها في حاله من الارتفاع، الاداء الطيب جدا. انا عشمان ان البورصه خلال يعني اليومين القادمين تنهي على اكتر من 7500 نقطه وتكون بارتكاز اكتر من كده، ويكون عليها خلفيه تداول اكتر من مليار جنيه. كل ما يكون التداول كبير جدا وعلى نقط يعني في ثبات في المؤشرات، اعتقد هتكون مرضيه جدا للمستثمرين. تمام. حتى لو حصل في بعض يعني اللي بنقول عليها جني ارباح ولا بسيط، شيء ما يخوفنيش، لكن متمني في الاخر يوم الحد القادم اسمع منك ان المشير عبد الفتاح السيسي اعلن ترشحه عشان البورصه تكون اكثر من 7500 نقطه. بشكرك يا دكتور مصطفى بدر خبير اسواق المال على وجودك معانا ونظرتك التفاؤليه دي دايما بتشجعنا على طول. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لمؤشر النيل اللي دائما معاكم في تحليل اسواق المال المصريه ودايما من الحد للخميس. بشكركم والى اللقاء.